ابتسامة تشفي معاناة كل شيء. ماجد كفيف ولديه ضمور في المخ منذ 15 من عمره، أثر على حركته. أتى إلى الحج مهللا مكبرا مرتفعا عن الأرض بكرسيه المتحرك ليتحرك بين النسك، راجيا الله الشفاء والقبول والمغفرة. استأنست، يعني أول مرة حج كذا، يعني فرحة لما يعني فرحة ما توصف، يعني أول حجة لي إن شاء الله يا رب يقبلها، وإن شاء الله يا رب يشفيني، يعني دعيت الله أن يسر أموري كذا. ماجد لديه مرافق يخدمه في كل احتياجاته اليومية من وضوء وصلاة، وكذلك للتنقل بين المشاعر المقدسة. الحمد لله، يعني ما قصر الجمعية، وفروا لي مرافق، يعني مسعى، مطاف، مشاعر، منى، مزدلفة، عرفة، يعني ما قصروا، عطاني كل اللي احتاجه، ما قصروا يعني. جمعية المكفوفين الأهلية في منطقة الرياض تواجدت ب23 كفيفا بمرافقيهم يؤدون مناسكهم في حجهم الاستثنائي، ولم تمنعهم إصابتهم من القدوم للحج. فالعمى عمى البصيرة لا عمى البصر. محمد العتيبي، مكة المكرمة.